على أسوار الحرم المكي سرعان ما ترصد الكاميرا جهود تهيئة ساحاته لاستيعاب ملايين من المصلين أشهر قليلة قبل حلول شهر رمضان المبارك. هذه التوسعه التي تزيد مساحتها عن 400 ألف متر مربع وتزيد طاقتها الاستيعابيه عن 1,600,000 مصلي تستوعبها هذه التوسعه الكبيره والتي تزيد وترفع الطاقه الاستيعابيه لكامل المسجد الحرام الى الثلثين من الضعف حقيقه، وهذا العدد يعتبر عدد كبير ولم يسبق له حقيقه سابقه في هذا الجانب. وقد شملت العملية إعادة ترميم أكثر من 6,000 مبنى سكني وفندقي تلتف حول المسجد الحرام. كانت فاتورة الهدم وإعادة البناء معلنة ب80 مليار ريال. هناك مداخل للحرم قديمة، سوف تحاول التوسعة الجديدة أنها تساعد على توزيع هذه الكتلة البشرية للاتجاهات الأخرى للحرم. ويحوي مخطط الحكومة السعودية تفاصيل تضمن أن تشمل التوسعة الجديدة كل مستلزمات البنية الأساسية مزدانة بتصميم عمراني خاص بما يشمل البعد الجمالي من جهة، وكذلك تطبيقات عملية في إدارة الحشود أثناء دخولهم أو خروجهم من الحرم، وكذلك أثناء صلاتهم وأداء نسكهم. هناك مبدأ تفتيت الكتلة البشرية، وهذا مبدأ مهم جدا في توزيع المصلين على كافة أنحاء المسجد الحرام، حيث سيكون هناك مداخل منفصلة، جسور لتفتيت الكتلة البشرية، بل أكثر من ذلك هذه الجسور سوف تمتد إلى مناطق مختلفة بحيث لا يسمح فقط بتجمع الحجاج أو المصلين أو المعتمرين في منطقة المسجد الحرام ومن ثم تفتيتها، لا، وإنما يتم تفتيتها من المصدر. مكة المكرمة وعرة أرضها وطقسها قاس، لذا امتدت التوسعة من تفتيت الجبال إلى توفير الظلال وتهيئة أماكن للسجود بعد أن كانت عبر الدهور الماضية مجرد بيئات وعرة لا تستوطنها إلا صخور قاسية وشمس حارقة. من داخل توسعة الملك عبد الله بن عبد العزيز للمسجد الحرام، خميس الزهراني، العربية.